إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله مساءكم بكل خير مباشرة من إقليم الزلال، وبالضبط من دوار إفران اللي الساكنة ديالو حاليا كيتواجدوا معايا في صرخة قوية أنهم كيعانيوا مع مشكل ديال الماء الغير الصالح للشرب ومشاكل أخرى اللي غادي نعرفوها من طبيعة الحال معاهم، واللي غادي يصرحوا لنا بها بعظمة اللسان ديالهم. غادي نشوفوا مع الأخ يعني فاعل جمعوي بالمنطقة اللي غادي يحكي لنا على المشكل ديالهم مع الماء الغير صالح للشرب، ومنين كيشربوا ومنين كيجيبوا الماء باش يدوزوا النهار ديالهم من طبيعة الحال. السلام عليكم، السلام قول عليكم. لنا سيدي. تفضل. معكم حسن عبد الرحمن، رئيس جمعية الإفرا للتنمية القروية. انا في فرنا يا سيدي، احنا عندنا المشكل ديال الماء. الماء كاين، ماشي ما كاينش، كاين الماء في الديور ديال الناس في الدوار، واني غير صالح للشرب. غير صالح للشرب بمعنى واش فيه شي ريحه، في شي حاجه ماشي هي؟ انت نعطي الا طيبتي الحليب تيولي بحال الا فيه شي ماده ما تيكونش زين، الا عمرتي بها تي تيكون حار. المهم الماء غير صالح للشرب، تنقضوا غير بالبهايم. حنا دابا مازالين تنسيو دوار ديالنا، مازالين ما عمر شي واحد مرض عندكم في القبيله وديتو للطبيب وقال لكم واش تيشرب شي ما ماشي هو هذا كل شيء؟ وما ما تاكلناش الا كان شي واحد داو ولد ولا شي حاجه ما تاكلناش. المهم هادشي اللي عندنا دابا مازالين حنا تنسيو بالبهايم. دابا حاليا عند جوج الناس اللي دارين البير هنا، تيمشيو الدراري الصغار تيجي من المدرسه ديالو تيتغدى تيمشي يسقي. شحال المسافة اللي كيضرب تقريبا باش كيمشي حتى للبير باش يسقي ميها ويجيبها للدار؟ تيمشيو 3 كيلومتر 4 كيلومتر. دابا باش تيمشيو باش يسقيو لينا الماء، واش هذاك الدري مسكين واش يقرا ولا واش يحفظ واش يمشي يسقي لوالديه؟ حنا بغينا الماء صالح للشرب، بغينا الروبيني يطلق الروبيني تشرب منه، تطلق الروبيني تغسل منه، المهم كلشي يتدار في الدار. دابا الناس مواطنين استعدوا باش الماء كاين حاليا كاين، واني غير صالح للشرب. نعم. رسلتوا الجهات المعنيه، درتوا قدمتوا طلبات، قدمتوا شكايات باش يصلحوا لكم المشكل؟ مشينا انا شخصيا مشينا عند السيد القائد قياده تاوكوديد، وضحنا قلنا ليه المشكل هي اللي كاودي المشكل ديال الماء، عندكم المشكل ديال الماء غير صالح للشرب. هو اكد لينا غير صالح للشرب. مشينا للجامعه ديال اوديد، الرئيس ديال الجامعه هو بنفسه اكد لينا غير صالح للشرب. نعم، واش هاد الناس كياكدوا لكم ولا المختبر؟ حيت المختبر هو اللي كياكد بان واش الماء فيه النيترات ولا فيه شي ماده اخرى ولا كذا ولا كذا، يعني المختبر هو اللي كياكد ان الماء هو صالح للشرب ولا غير صالح للشرب. واش انتم جا شي مختبر خدا عينه من الماء ديالكم هنايا وداه وقال لكم بان راه فعلا راه الماء ديالكم غير صالح للشرب؟ وكاين كان قالوا هما كان قالوا لك جاوا وداروا لهم التحاليل واحد المختبر قال لهم غير صالح للشرب، وان هاد السلطات دابا اللي تقول لك غير صالح للشرب وعلاش مازال خلاتو للمواطنين؟ حنا دابا خايفين على ولادنا باش يمرضوا لينا ولا البهايم يموتوا لينا والشجر. راه حنا بغينا الماء، حنا استعدي لصالح للشرب باش نبقاو نقضيو بهم. غادي نتابعوا مع واحد من الساكنين الناس الاخرين ونشوفوا المشاكل الاخرى اللي كتخبط فيها هاد الدوار هذا اللي هو دوار افران تابع لاقليم ازيلال من غير الماء الصالح للشرب. شنو المشاكل اللي كتعاني؟ شكرا الاضافه. هنا عندنا ديك الطريق اللي كاينه من اغني لافران خاصه تصلح حتى هي، لان اطفال المدرسه كيجيبوا من النقل المدرسي كيحطهم على الكودرون وكيجري مسكين 4 كيلومتر باش يوصل الدار، كيصيب موجده ليه الغدا ديالو كيتنم كيرجع وكياكل في الطريق باش يوصل على الكودرون باش يعني الدري ما يخليش. كيحطوا الترونسبور في الطريق بحال هادي كيضرب 4 كيلومتر باش كيمشي حتى للدار على رجليه، كيدخل الدار كيسلم على امه كيهز غداه ويتم راجع. كيتم راجع الاساس باش ما يخليش الترونسبور ملي يكون باغي يرجع للمدرسه. هادشي كنعانيو من ديك الطريق. وكاينه عندنا الروضه حتى هي هنايا، الروضه هنايا ديال دوار افران، لانما حتى الروضه حتى هي غير محميه، ما عندنا لا سور ليها لا والو. دابا الحيوان دابا كيجي كاين كيحفر دوك الحيوان، يعني الحلوف، يعني الحلوف حلوف كاين في هذه المنطقه، الخنزير كيجي كيحفر القبوره، يعني كيتعدى على الحرمات ديال المقبره. كيحفر الخنزير، يعني المقبره ما عندهاش ما عندهاش محمد، ما عندهاش السور. هذا الشيء مناش كان هي معاناه ديالنا في الدوار.
تقريبا المشكل ديال هذا المشكل ديال الطريق فين وصلت؟ واش درتوا شكايه مثلا؟ اي نعم 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 درنا شكايه، مشينا لعند الرئيس ديال الجامعه درنا ليه شكايه ودفعنا ليه نيتا سميتو على الطريق هذه، وقال لنا راه الاساس من هنا يفوت تا يدوز من هنا واحد 3 شهور 4 شهور، راه انتم هما الاولويه. قال لك تفوتوا الانتخابات. نعم. تفوت الانتخابات بهذا المعنى هذا يعني نقولوها بكل جرأه، تفوت الانتخابات عندنا نستجبوا هاد 5 سنين كامله، هاد 5 سنين كامله اللي داز يعني كان 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 الرئيس ديال الجماعه الطريق ما شنو المصير ديالها شنو؟ كان ديك الساعه كيبقى واحد العام كيدوزوا داك التراكس كيجيو كيشطبوا غير التراكس عادي. جواني ملي كتكون الشتاء راه كان لما كيدي كاع داك التراب وسميتو كتولي مكرفصه بزاف سميتو، وباش يكون الاصلاح ديالها راه ما كاين والو هاد الساعه، الا حد هاد الساعه راه ما كاين والو. لحد الساعه ما كاين ما كاين والو. الطريق باقي ما تصلحت، باقي ما تصاوبت. النقل حاليا شنو المطالب ديالكم دابا؟ حنا كنطالبوا بمصلحه ديال ديك الطريق من اغوني حتى ليفران. حتى ليفران. وهذه اللي دايره من هنا لجهه المدرسه للسبيطار. حتى مستشفى عندنا تما راه قليل ملي كيكون محلول، قليل فاش كيتحل. والدور من المدارس لتما هي، هادشي اللي كنطالبوا. هادشي اللي كنطالبوا. غير بخصوص الماء الصالح، بخصوص الماء الغير صالح للشرب كيف ما قلتوا، شنو الحل؟ منين كتسقيو دابا؟ من البير؟ عند المحسن. كاين المحسن، كاينين البيار لتحت، كاينين البيار. كنزيون عندهم. كاينين البيار، الماء ذاك الماء، ذاك الماء ديال الشريط. عطينا الماء نسقيو. ذاك الماء كيشربوا منه الناس، ولكن ذاك الشيء آخر ديال الآخر اللي عندهم تما كيسقيو به، كيعطيو غير البهايم بحال كيبغيو يشربوا. والصابون وذاك الشيء. واش زعما الشريب لا راه كيسقيو من البير. انت حتى انت ما عندكش الماء في الدار؟ لا الماء كاين، الماء في الدار ولكن غير صالح للشرب. منين كتشرب؟ من العين. من العين شحال بعيد عليك العين؟ ربع كيلومتر، ولكن دابا كان محسن دابا، ولكن هذاك العين ما كيبقاش في الصيف، الصيف كيوقح. هي كيوقح، ولكن دابا كان محسن في الصيف كيعطينا، كيخلص مسكين الضو باش يعطينا الماء باش نشربوا ونغسلوا وهذاك الشيء. كبير عندكم في هذه المنطقه؟ كاينين شي 4 ولا هكا. 4 البير، وشحال انتم من دار؟ شحال من زعما السكان؟ كاين شي 40 سكنه ولا 50؟ 40 دار. كل دار شحال فيها تقريبا؟ كل كان اللي ساكن 15 10 8 6. نديروا حنا المتوسط هو 10 الناس في كل دار. في الدار. يعني الا درنا 10 في 40 هي 400. 400 ديال الخلق عندهم 4 البير. اي ما يعادل بير لكل 100 شخص. اييه. يعني كل بير تيشربوا منه 100 ديال الناس. أيه. يعني ما واخا الماء في الدار هما تيتنقلوا حتى البير. كنسقيو ايه الماء في الدار ولكن غير صالح للشرب. غير صالح. غير صالح للشرب. هذاك كون ما كانش هذوك المحسنين دابا في الصيف ما غاديش نجم، ما غاديش نشربوا. تموتوا بالعطش. ايه غادي تشربوا ما موس. لا ما غاديش نجم، ما كنشربوهمش نهائيا. نكذب عليك. البان ما كنشربوهمش نهائيا هذاك المانين نهائيا. انتم دابا محنين معذبين والدراري الصغار كيقراوا دابا، واش غادي تصيفطهم يقراوا ولا يمشيو يمشيو على البهايم؟ وكيدخل لك الغابه. راه انتم ملي تكونوا مشيتوا دابا تشوفوا بعينكم هذاك البلاصه منين كيجيو هذوك الدراري مساكين، والله كنخافوا منهم نيت هذوك الدراري، والله اللي كنخافوا منهم. واخا شكرا. الله يحفظكم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما تابعتوا معنا، كانت هذه تصريحات قويه لساكنه الدوار افران التابعه لاقليم الزلال، يعني المعاناه ديالهم مع مشاكل الماء الغير صالح للشرب، ومشكلتهم ايضا مع الطريق، يعني كيضربوا واحد المسافه ديال 4 ديال الكيلومتر لوليدات الصغار، يعني ملي كيخرجوا من المدرسه كيمشي واحد المسافه ديال 4 كيلومتر عاد كيدخل الدار، خصو يرجع يعني مضطر انه يرجع باش يقطع ديك المسافه عاوتاني في الروتور ديال 4 كيلومتر ويلتحق بالمدرسه ديالهم بطبيعه الحال. هذه مشاكل يعني كتخبط فيها هاد السكينه هذه، والمطالب ديالهم مطالب مشروعهم بطبيعه الحال. نتمنوا ان الرساله ديالهم توصل او تدق الاذان ديال كل المسؤولين ويستجبوا المطالب ديالهم بطبيعه الحال ويحلوا المشكل ديالهم مع هذا الماء الصالح للشرب، ومع يعني الطريق يعني تعبيد الطريق المؤديه للدواوير اللي كيسكنوا فيها من طبيعه الحال. هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، والى اللقاء. شكرا.